والعلوم وممثل فلسطين في مناظرة الأليكسو والشاعر مراد فلان المحترم، ممثل وزارة التربية والتعليم الدكتور إيهاب الكوباج المحترم، رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد اللطيف أبو حيدر المحترم، حضرات السيدات والسادة كل باسمه وبلقبه. يسعدنا أن نرحب بكم في رحاب جامعتكم جامعة بير زيت، والتي باتت تشكل علامة مضيئة في مسيرة العلم والمعرفة والتنمية والإبداع في فلسطين والمنطقة. أطلقت الكلية عام 2014 بعد دمج كلية الهندسة والتي تأسست عام 1979 وكلية تكنولوجيا المعلومات والتي تأسست عام 2006 في كلية واحدة، كلية الهندسة والتكنولوجيا، لتضم التخصصات الهندسية والتكنولوجية في إطار كلية واحدة متميزة بطاقم هيئة تدريسية مبدع يمثلون صفوة فلسطين ومتنوع الخبرات والمجالات على أعلى الميادين على المستوى المحلي والدولي، حيث تطرح الكلية 9 برامج على مستوى البكالوريوس في 5 دوائر أكاديمية وكذلك 5 برامج على مستوى الماجستير، حيث سيتم إطلاق 3 برامج جديدة خلال العام الحالي بمجموع يقوم 3100 طالب. من المعروف أن التقدم العلمي والتكنولوجي هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية الحديثة، فقد برهن العديد من العلماء بشكل قاطع على أن التقدم التكنولوجي المتجسد في الإبداع والابتكار هو المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي. من هنا عملت الكلية على تطوير وتوفير مختبرات نوعية ومتميزة لإتاحة الفرصة للطلبة المهتمين بالتكنولوجيا الحديثة مثل هندسة المعرفة والتقنيات العربية، وهو موضوع الحلقة اليوم وشهد اليوم، والروبوتات والمتحكمات والطباعة ثلاثية الأبعاد وصناعة الألعاب وغيرها، والتي تعزز بدورها الإبداع والابتكار وبالتالي الخروج من نطاق الجو الأكاديمي المقتصر على الدراسة من خلال التلقين والتذكر لتحصيل العلامات، مما يؤهل فلسطين للولوج نحو مجتمع المعرفة ومهارات القرن 21 والمساهمة في الثورة التكنولوجية الرابعة. إنه لمن دواعي سرورنا أن نصل إلى هذا اليوم، وبعد سنوات طويلة من عملنا في حوسبة المعاجم وبناء إنتولوجيا للغة العربية إلى لحظة نطلق فيها ثمرة هذا العمل، محرك بحث معجمي يحتوي على 150 معجما وكذلك إطلاق إنتولوجيا العربية نبديها خدمة للغتنا الحبيبة ولأمتنا العربية. وبارك لدائرة علم الحاسوب وللقائمين على هذا العمل الدكتور مصطفى جرار وفريقه وكل من عمل معه على هذا الإنجاز العلمي، وأدعو رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة للإعلان عن إطلاق معرض البحث، وشكرا جزيلا. مساء الخير. الأخوة الأعزاء، دكتور مروان عورتان المحترم رئيس أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، أستاذ مراد السوداني المحترم الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، دكتور إيهاب الكوباج المحترم الوكيل المساعد لشؤون التعليم العام، حضرات السادة علماء اللغة وعلماء الحاسوب، حضرات السادة المتخصصين أصحاب الشركات وصناع تكنولوجيا المعلومات، السيدات والسادة والطلبة الحضور، نرحب بكم جميعا في جامعة بير زيت وأهلا وسهلا بكم. نلتقي هذا اليوم لنحتفل بإطلاق محرك بحث معجمي للغة العربية. يحتوي هذا المحرك على الانتولوجيا العربية وعلى 150 معجما عربيا ومتعدد اللغات. عملت دائرة علم الحاسوب في كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة بير زيت على حوسبتها طوال 8 سنوات مضت، ليضاف هذا الإنجاز إلى العديد من الأبحاث والمشاريع الطموحة في الذكاء الصناعي وهندسة البرمجيات والحوكمة الإلكترونية، التي كانت من ضمنها أيضاً حوسبة اللهجة العامية الفلسطينية. ولعل هذا الإنجاز الرائد يمثل إضافة نوعية على المستويات التقنية والثقافية والعلمية التي تتحملها المؤسسات الأكاديمية لا في فلسطين فحسب، بل في المنطقة العربية ككل
نظرا للجدية والفرادة والتطبيقات المتوقعة منه. إن رسالة جامعة فيزل لا تقتصر على التدريس وتخريج صناع المستقبل الفلسطيني وقادته، فالبحث العلمي من أهم أولوياتنا، وبالرغم من شح الإمكانيات المادية ومن كوننا نرزح تحت الاحتلال، إلى أننا حريصون كل الحرص على توفير البيئة الداعمة للبحث العلمي والجاذبة للباحثين والعلماء المميزين، وهذا من أهم ما يميز جامعة فيرزيل عن غيرها. السادة الحضور، إن هذا الإنجاز الذي نحتفل به يهدف إلى خدمة لغتنا العربية ويضعها في مقدمات اللغات من منظور الثقافة والحداثة. إنني أقدم لكم ثمرة مجهود علمي يثبت أنه ورغم ضعف الإمكانيات المادية يمكننا المساهمة في المعرفة العالمية وإنتاج ما حلمت به العديد من المؤسسات العربية لحوسبة المعاجم منذ سنوات. ولا يمكن للمجتمع الفلسطيني أن يفرض حضوره في عصر العولمة دون اهتمام منه للبحث العلمي، ولا يمكن له تدعيم الصمود دون ريادة وتميز علمي. فالبحث العلمي ليس ترفاً، والإنفاق على الأبحاث العلمية يجب أن يكون من ضمن أولى أولويات الحكومة والمجتمع الفلسطيني، المجتمعات المعنية زي المجتمع الفلسطيني. وهنا اسمحوا لي أن أدعو الوزارات والمؤسسات الحكومية لأن يشركوا العلماء في الجامعات الفلسطينية لتقديم حلول وخدمات ضمن أطر بحثية ممأسسة. في الختام أود أن أوجه تقديري وشكري إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليسكو وأمينها العام الدكتور سعود هلال الحمد، الذي لم يتوانى لحظة عن إتاحة جميع المعاجم الصادرة عن المنظمة للإدراج ضمن محرك البحث، وتوقيع مذكرة التعاون مع جامعة فيرزيل في مجال حوسبة اللغة وحوسبة المعاجم العربية. وأخص بالذكر كذلك مدير مكتب تنسيق التعريف بالرباط الدكتور عبد الفتاح الحجرمي، وممثل فلسطين في المنظمة الأستاذ مراد سوداني. كل الشكر والتقدير كذلك للدكتور مصطفى جرار وزملائه الذين عملوا على إنجاز هذا المشروع الريادي. نكبر فيكم بإخلاصكم وتفانيكم وإنجازاتكم لخدمة المسيرة الأكاديمية والثقافية للمجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي والمجتمع الدولي. شكراً لحسن استماعكم. شكراً لرئيس الجامعة على هذه الكلمة وعلى دعمه لهذا المشروع ولمثله من المشاريع العلمية. بالعلم ترتقي الأمم وتحافظ على وجودها وكينونتها، وهذا تماماً ما يجعل العلم سلاح وجودي. نحن الفلسطينيين في حرب تستهدف وجودنا وهويتنا. رسالتنا في جامعة بيرزيت في تشكيل الوعي والثقافة بمعناها المقاوم، نرفد مجتمعنا الفلسطيني وأمتنا العربية برواد المستقبل وصناع الحياة، ونسخر جميع طاقاتنا البحثية لاحتياجات مجتمعنا وقضاياه الملحة. من هنا جاءت فكرة محرك البحث المعجمي، ليس فقط لإثراء المحتوى العربي النوعي على الشبكة أو لتقديم خدمات لغوية لمجتمعاتنا، بل وأيضاً لتوفير مصادر لغوية محوسبة تحتاجها التطبيقات الحاسوبية مثل محركات البحث والترجمة الآلية والتدقيق الإملائي الآلي واستخراج المعرفة من النصوص وتحويل الصوت إلى نص والتلخيص الآلي وغيرها العديد من التطبيقات الذكاء الصناعي التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا ومعرفتنا اليوم. طموحنا أن نخدم لغتنا ونوفر كل ما يحتاجه مطورو التطبيقات لكي تتكلم الآلة لغتنا وتفهمها ونفهمها كسائر اللغات الحية. أدعو السيد ممثل معالي وزير التربية والتعليم دكتور إيهاب القبج لإلقاء كلمة الوزير.
أسعد الله مساءكم جميعا. بصراحة عندما تدخل إلى جامعة بيرزيت وحرم جامعة بيرزيت تشعر بالفخر فعلا، وأنت ترفع الرأس دائما في هذه الجامعة المتميزة بعطائها وأساتذتها وطلبتها وجميع إنجازاتها، والتاريخ يشهد على ذلك، فهي جامعة المناضلين والأسرى والشهداء، وهي جامعة العلم والبحث العلمي، وهي جامعة بمستوى عالمي، هذا شيء مؤكد. سعادة الأستاذ الدكتور عبد اللطيف أبو حجري رئيس الجامعة، معالي الأستاذ الدكتور مروان عوزباني، معالي الدكتورة خولة عميد السابق بقية معالي، شاعرنا وأديبنا الكبير الأستاذ مراد السوداني المحترم، حضرة الدكتور عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، فريق العمل وعلى رأسه الدكتور مصطفى جرار، الزملاء والطلبة جميعا، أسعد الله مساءكم مرة أخرى. يسعدني من على هذه المنصة أن أرسل لكم تحيات معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، مباركا لهذه الجامعة ولجميع كادرها هذا الإنجاز المتميز بإطلاق هذا الإنجاز المعجمي. يعني قبل أن أبدأ بتوضيح بعض كلماتي، وأرجو من القائمين على هذا المشروع وعندما يقوموا بعمل البروموشن أن يكون هناك إجراء أسهل لغوياً يعني غير متخصصي اللغة العربية لجميع الباحثين من جميع العلوم، هذا شيء مهم جداً. واسمحوا لي أن أقول أن قانون التعليم العالي الجديد رقم 6 لعام 2018 والذي دخل حيز التنفيذ بشهر مايو الماضي أكد على أهمية اللغة العربية، وفي المادة رقم 4 من هذا القانون كان هناك بند هام جدا على أهمية تعزيز اللغة العربية ودور اللغة العربية في الترجمة والبحث العلمي، كما أن هناك مادة خاصة أكدت على أن اللغة الرسمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية هي اللغة العربية. مؤسسات التعليم العالي أقول أن الجامعات والكليات، ومع السماح لبعض الكليات بأن تدرس بلغات أجنبية تخدم أهدافها. وفي جامعة بيرزيت الجامعة العريقة التي وصلت العالمية بامتياز، هذا مفخرة لكل قطاع التعليم العالي الفلسطيني، وهذا يعني مجال للقول بأن الفريق القائم على هذا العمل له منا كل الشكر والتقدير. وفي الوزارة سنعمل جاهدين أيضا على أن يصل هذا المشروع لكل الطلبة في المستوى التدريسي العام، أي لطلبة المدارس. سنقوم بتعميم الويب سايت والأدرس لهذا المحتوى لجميع المدارس بالتنسيق مع فريق العمل، كما سنقوم بتعميم الأمر أيضا على جميع مؤسسات التعليم العالي. أتمنى التوفيق للجميع والشكر لفريق العمل مرة أخرى وإدارة الجامعة. شكرا. شكرا دكتور إيهاب، وشكرا على الدعم على المبادرة الجميلة. الأنتولوجيا في الفلسفة تعني علم الوجود بما هو موجود، وهي المستوى الأعلى من الإبستمولوجي في نظرية المعرفة. الأنتولوجيا العربية حاسوبياً هي تصنيف لمعاني الكلمات العربية وتشجير لهذه المعاني باستخدام لغة المنطق. صنعت فكرة وعملاً في جامعة بيرزيت. نعم، إنها عمل فلسفي وتقني تعتمد عليها العديد من التطبيقات الحاسوبية. تستعمل الأنتولوجيا العربية حالياً من قبل بعض الشركات، كما تستعمل كمرجع دلالي لربط المعاجم العربية. استغرق إنجاز المستويات العلمية المستويات العليا من الأنتولوجيا، أي أعلى 200 مفهوم في الشجرة، حوالي 6 سنوات. لذا فالمشروع حتى اكتماله قد يستغرق عشرات السنوات القادمة. حقا يا له من تزاوج بين حقول المعرفة المختلفة، وهي فرصة عظيمة للعاملين في الحقول الإنسانية والثقافية لأن ينخرطوا في مثل هذا المشروع ويساهموا في صناعة التكنولوجيا والذكاء الصناعي. أدعو رئيس الأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا
دكتور مروان عورتاني لإلقاء كلمته مشكورا. زملائي الأعزاء، الدكتور عبد اللطيف رئيس الجامعة، الدكتور إيهاب الوكيل المساعد، أخي الأستاذ مراد، عميد الهندسة الدكتور واصل، الدكتور مصطفى، زملائي جميعا، هنري وهبي، أنا بشعر شعور خاص لأنه بيرزيت هي جامعة الأم، بعترف بذلك وفخور بذلك أينما حلل. دكتور خولة، دكتور نضال، أين أنت؟ جميع الإخوان، السلام عليكم. أنا سعيد وشرف لي أن أكون في بيرزيت في هاي المناسبة، واسمحوا لي أن أنحى منحة معين بالنسبة للمحرك المعجمي، كلمة كبيرة شوية يا دكتور زي ما قال إيهاب. أنا صار لي مدة بدور على voice texter، يعني بدي أنا أحكي باللغة العربية ويكتب بالإنجليزي. فقط قبل 3 أيام حد ودالي لينك مهمة، في أكثر من حد أعطاني حلول معينة، بس في شيء اسمه actually voice texter عندي على الآب، أجاني قبل يومين. ففي لغات مختلفة، واحدة منها اللغة العربية، فحاولت أقيس المارجن of error بالإنجليزي وبالعربي قبل ما أعرف الموضوع هذا تماماً. ففعلا لقيت أنا أنه حتى لو تحكي باللغة العربية الفصحى، إنسى لغة عنبتة أنا وإيهاب، تتغلب، يعني المارجن يمكن 50% مس انتربريتيشن وتابر بالإنجليزي أقل. فلما قال لي مصطفى أنه في منحة معين إلى التطبيقات هذا، أشعرت على الأقل بشكل شخصي أنه في قيم معينة لهذا المعجم، بالتأكيد في قيمة أعظم في مجالات أخرى يميز هذا السوفتوير أو البرنامج، أنه بيني ملتي ديسيبلينري. وهالقد هذا كلام مهم، لأنه الابتكار حقيقة يكمن في البينية في الأبحاث وليس في حقل ضيق فقط. فشكرا مرة ثانية على هذا الائتلاف الفعال والفريد إلى حد بعيد. اللي بحب أحكي اليوم بصفتي الجديدة، أنا كنت لفترة قريبة رئيس جامعة حكومية وتشرفت بالعمل لرئاسة خضوري وساعدت بذلك لخمس سنوات، ومنذ حوالي 3-4 أسابيع أخذت منصب جديد اللي هو أكاديمية فلسطين للعلوم. فمصطفى بكل فرصة أنك تحكي كلمتين شو اللي بتعمله، فاسمحوا لي أن أحكي قليلا عن الأكاديمية. أكاديمية فلسطين هي مؤسسة سيادية تابعة لرئيس الدولة، تهدف إلى تعزيز قدرات دولة فلسطين في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، وجعلها روافع لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة الذي نصب إليه، ويمتد مداها ليشمل التكنولوجيا المتقدمة والعلوم الطبيعية والهندسية والزراعية، بالإضافة إلى العلوم الصحية والطبية والاقتصادية والإنسانية، فالعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية، مش بس العلوم اللي هي الهندسة والفيزياء وغيرها. ومن أجل تحقيق هذه الغاية تقوم الأكاديمية ببناء التجمعات العلمية ومراكز البحوث الوطنية المتخصصة وتنسيق الجهود العلمية الوطنية، وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة، كما تقوم بتطوير برامج تعاون علمي وتكنولوجيا ثنائية ومتعدد الأطراف مع العديد من دول العالم. وتولي الأكاديمية اهتماما خاصا بتحفيز وتنظيم ودعم الانخراط الفعال والمستدام للعلماء والخبراء الفلسطينيين بالشتات، أمر بالغ الأهمية في بناء وطنهم الأم وفي نقل وتوطين التكنولوجيا. وقد حازت الأكاديمية على اعتراف عالمي جامع وتبوأت مكانة لائقة كممثل لدولة فلسطين في المحافل الدولية والإقليمية كافة، التي ضمت طبعا المناظرة اللي لها علاقة بالأكاديميات، منها المجلس العالمي للأكاديميات
شبكة الأكاديميات لدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي، تجمع الأكاديميات العالمية، يعني حوالي 8 شبكات للأكاديميات على مستوى العالم. إحنا ممثلي فلسطين رسميين بهاي. أطلقت الأكاديمية، خلينا أوضح شوي على موضوع الكلام الكبير اللي حكيناه. هل فلسطين في بحث علمي في الجامعة مختلف في مراكز طبعاً. سؤال: ما هي سياسة البلد في البحث العلمي؟ ما هي الأولويات؟ ما هو إطار التمويل للبحث العلمي؟ كيف نقيس العائد على الاستثمار؟ كيف ننسق الجهود؟ لأنه هذا بيعمل هيك وهذا هيك، لكن نعلم جيداً بدون تأطير هذا وتكثيف الجهود والترابط والتكامل فرصتنا قليلة، لأنه إذا كان فيه معازل بحثية صعب نعمل كثير. فإحنا كأكاديمية سنعمل جاهدين إلى ربط الأطراف المتناظرة في الجامعات والمعاهد والحكومة بشراكات مستدامة وفعالة وتوظيف الشتات. أنا عندي كل مرة بصح لي منصة بعد الاندعاء، ليس هناك إمكانية جدية لأحداث نقلة نوعية في التنمية باتجاه المعرفة والاقتصاد والكلام هذا بدون انخراط علماء الشتات. هذا الأمر شبه مستحيل. إحنا نعلم أنه إما في الدول الجوار الصديقة أو العدوة وغيرها الشتات هالقد مهم. ما بزبط العالم الفلسطيني من طنبول ولا من قلقيل يجي هون لما بجنازة ستة ولا يجي على عروس، هذا كلام لا يستوي أبدا. لازم يكون في برامج جدية ينخرطوا بالآي تي بالبايوتكنولوجي في الانرجي بواتبر ببناء الوطن، مش فقط أعضاء المجلس الوطني اللي عندهم التزام، علماء اللي ما لهم علاقة بالسياسة إطلاقا لازم يلاقوا هنا موطن اللي يشدهم على البلد، ومش لجامعة واحدة لكل فلسطين. فالأكاديمية شرعت في برامج مختلفة وراح نطلق قريبا مع علماء الشتات في أكثر مسار. الأمر الثاني هو موضوع التجمعات العلمية. كل واحد منا تقريبا له شأن بالبحث، بعرف إن في American Chemical Society وAmerican Physical Society وCanadian Biological Whatever. بفلسطين هذا الأمر غير موجود. أنت ولاء للمؤسسة. طب يا عمي هاي مؤسسات عمودية، بير زيت أو النجاح. طب ماذا عن الهوية القطاعية؟ أنا ماتماتيشن كمبيوتر ساينتست، صح أنا في بير زيت، بس أنا في عندي مجتمع الخبراء والعلماء الأقران. فالأكاديمية شرعت بتنظيم الكلام هذا، تأطير التخصصات العلمية زي العالم. فبده يكون عندنا مؤسسات سيادية، The Palestinian Mathematical Society، Chemical Society على كل فلسطين ونربط مع الشتات. هذا كلام مهم وهذا ضمن دومين الأكاديمية. موضوع التمويل والسياسات أيضا أمر مهم، وبدأنا سنطلق ب 20 أكتوبر برنامج مهم بالشراكة الثلاثية اللي هي بين الجامعات والقطاع الصناعي، كل اتحادات الصناعات والحكومة الدولية، اللي هي الشراكة الثلاثية. كيف نعمل نسعى إلى منهجة الكوميرشاليزيشن للريسيرش في بير زيت؟ أنا حكيت مع مصطفى مطولا، هذا الإنجاز أنا بدعي أنه تاريخي، بفهمش كتير تكنيكلي بس الكلام هذا مهم. سؤال: what do we do with it؟ نهديه، بقول بالهدية للغة العربية مش كافية الهدية، مهم للغاية أن يكون هذا استثمار، هذا كنز مهم أنه يتطور ويتحول إلى رأس مال. فهذا النوع من الشراكات بين التمويل وسكيلينج التمويل وعالمية الأمر هذا توقف من هون لبيزيت للعالمية، مسار معين معقد وبده دعم على أكثر من مستوى. فموضوع الشراكات الثلاثية بين الساس والقطاع العام والأكاديمية والقطاع الخاص أمر بدينا فيه بعشرين، لأن طلع كبير طبعاً. رح ندعو الإخوان ذوي العلاقة ورح نعمل كلاسترز بين الحكومات في كل المجالات، بالطاقة، بالبايوتكنولوجي، بالآي تي وهكذا. شكراً مصطفى اللي أعطيتنا فرصة نحكي عن الأكاديمية شوي. سعيد بعودتي إلى بيتي، لجامعة بير زيت اللي هي الأم كانت ولم تزل. فشكراً عبد اللطيف، وعبد اللطيف زميلي وابن صفي. يعني السر، شكراً مرة ثانية. هاب سعيد بوجود لك معنا أخي مراد، شكراً. الشاعر المقاول مراد سوداني لإلقاء كلمته. معالي الدكتور، معالي
معلش بصوت النازل الدور أخي الدور واصل أخي الدور مصطفى أخي الدور نضال السيدات والسادة كل باسمي لي ورقبي. مساءكم فرح بما يليق بأرواحكم المكمرة وعطائكم البهي العلي في هذا المكان المكانة بير زيد. أقول أن أقسى درجات الحب هو الحنين، فكيف ببير زيد وهي تقودنا من قلوبنا مذ كنا طلابا بداية التسعينيات لنتخرج لنلتحق بها مدرسين. إن ارتباطنا ببير زيد دكتور مروان إخوان والأخوات هو ارتباط العين بالبصر والسمع بالأذن، قريبون منها قرب القدس من السور وقرب السماء من أيدي الشهداء. يحق لنا أن نفتخر دكتور مصطفى بهذا الفعل الجمالي لجامعة الفعل بير زيد. نقول ذلك مستندين إلى سيرة ومسيرة الأجملين السادة الشهداء الذين صوروا هذه الجامعة لتكون قنطرة للجماليات والبحث العلمي والفعل الناجز لتمتد فينا امتداد الزيتون. حق لنا أن نفتخر بهذا الفعل الذي منذ أن أبركتم به إلى اللجنة الوطنية حملناه بحب لكي نوصل خيط الذهب ما بين الجامعة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية اللتان منحتا الفضاء الواسع دعما وإسنادا لهذه الفكرة التي تستحق الاحتضان والدعم والإسناد. فشكرا عاليا للمنظمة العربية ممثلة بالدكتور سعود هلال الحربي على كل ما قدموه ليكون هذا الأمر ناجزا ومستقرا، ولمركز التعريب في الرباط ممثلا بالدكتور عبد الفتاح الحجرمي لفرحه بالانتباه إلى هذه الفكرة لكي تأتي من فلسطين. وأقول بأن فلسطين هي غرة الكون وسرة العالم ورأس المعرفة التي تنهض من هنا في عباءة الأمة لتصل إلى جهات الأرض كما تفضل الدكتور مروان. وهذا هو التحدي الكبير في منازلة النقيض الاحتلالي الذي منذ أن هبط على أرض الغزالة والأرجوان وهو يسعى إلى كتابة تاريخ هذه البلاد. فنحن بحاجة إلى كتابة أصيلة مؤصلة بما يليق ببلادنا التي بعد 120 عاما ما زالت ترفع لاءها الكبرى في مواجهة الغطرسة والمحو والاستلاب. إن هذه الفكرة الرائدة وهذا الانتباه الجمالي والجماعي لأسرة الجامعة لتحقيق هذا الإنجاز يستحق أن يبنى عليه. وأتذكر معلم الثاني بعد معلم الأول الدكتور حسين البرغوثي رحمه الله ابن جامعة بير زيد، الدكتور محمد عفيف مطر الشاعر الراحل، في إحدى جلساته قال لي مرة أن المعجم هو كتاب الكون، فعليك به إذا أردت أن تصبح شاعرا وكاتبا، لأن المعجم يحتوي تفاصيل ومكونات الكون، وكلما جهلت في المعجم اسما أو مفردة جهلت في الكون شيئا. هذا دقيق. فبدأت بتمرين من حينها كل يوم في تصفح لسان العرب الطويل الطويل
لمعرفة ما نجهله في هذا الكون لأكتشف كم أنا جاهل بامتياز. ماذا نعرف عن النجوم وأسماء النجوم؟ ماذا نعرف عن أسماء الطيور والحيوانات؟ ماذا نعرف إذا ذهبنا إلى حقل مجاور من أسماء الزهور؟ كل ذلك يحتويه المعجم. 150 معجماً بهذا المحرك الجمعي، بهذا الجهد المتراكم، بالمزاوجة ما بين الأصالة والحداثة في هذا البناء الذي لا انفصام في عراه. وأتذكر لفرنسي قولا بأن اللغة العربية هي اللغة الجمالية بصورة لا تضاهى. والغاوي العراقي أبو نواس يقول: يا لغة تسجد اللغات لها، ألغزها شاعر وعماها. هذه اللغة الغنائية بامتياز كما لا يوجد في أي لغة بالعالم، تستند إلى كثير من الفضائل والعطايا التي تحتاج إلى سبر أغوارها. لا المشكلة في اللغة العربية، بل المشكلة في المشتغلين بها. أنتم أثبتتم بهذا الانتباه الجمالي الذي يحظى بانتباه عربي باقتدار. أتمنى عليكم أن تلحوا من أجل استكماله، لأنه مشروع مفتوح على المستقبل، أو مشروع قادم من المستقبل الذي نحيا من أجله هنا في فلسطين. وبالتالي هذا المعجم، هذه التراكمية الجمالية تستحق منا جميعا أن نتضافر بالجهود. وأنا أضم صوتي إلى معالي الدكتور مروان بأن الشتات، أو كما سماه الراحل الكبير عبد اللطيف البرغوثي الذي نحن في فضاء 27 عاما لرحيله، سمى هذا الشتات بمفردة تستخدمها الجدات ببلاغة: الهجاج. من هج يهج، نقول بالفلاحين فلان هج من البلد، ما عجبت البلد هج منها، هج من القرية راعى المديني، أو من المدينة هج برا. فنحت هذه المفردة الجمالية وأراد أن يكتب رواية يعني بين يدي بخط يده بعض ملامحها التي لم تستكمل بعنوان الهجاج. نعم، الهجاج الفلسطيني مليء بالطاقات الكبرى التي نلتقيها في المؤتمرات والندوات، والتي تسد عين الشمس، والتي تعطي عطاياها في غير مكان وغير مساحة، ولكنها للأسف لا يستثمر بها في بلادنا. نحن بحاجة إلى استقطاب كل هذه الطاقات وهذه الأرواح المقمرة التي تفكك عتمة العالم، لنأخذ منها كل هذه العطايا. هذا يستدعي مؤتمر جامع بالتشارك ما بين الجامعات والمؤسسات والحكومة والمراكز ذات الاختصاص والعلاقة، لكي نستقدم من البعيد ليكون على هذا التراب الحر والمعافى خيرة العقول والباحثين والعلماء، لكي نفيد من هذا المؤتمر الذي أتمنى أن يؤصل ليكون مؤتمرا سنويا يعطي عطاياه الإبداعية والبحثية بما يليق بفلسطين. فلسطين ليست شارع ركب وشارع عمر المختار كما يطيب للبعض أن يفسر هذه البلاد. هذه البلاد هي التي ينزل منها الوحي ليصعد منها في سياق مختلف وجمالي. فهذه البلاد فردوس مفقود، بعد 120 عاما ما زالت قادرة على الحياة، وما زال أبناؤها يذهبون إلى المستقبل باقتدار. بلاد حية بامتياز، وبلاد تستحق الثناء، وترابها المعافى والحر
هو الذي يمنحنا هذه القدرة، لأن عبقرية المكان بلغة جمال حمدان هي التي منحتنا كل هذه القدرة على التماسك، لأن أبناء فلسطين في صغرهم يذوقون تراب البلاد، ومن ذاق تراب قريته لا يمكن أن يضل ولا يشقى. لذلك شكرا عاليا، ونرفع قلوبنا حدائق وارفة لنلوح لكم، لأسرة بير زيد، لهذه الجامعة المنتبهة والمختلفة والمقتدرة معرفيا وعلميا، التي ما زالت تمد المدى بعطاياها الوازنة والعالية والوارفة والظليلة، لتشعرنا دائما أنها على قدر الحمل وعلى قدر المهمة، ونحن معها وبها نستكمل هذا المشوار الطويل بما يليق بالبناء في منازلة هذا النقيض وسياقاته المرة الناقعة. بوركتم جميعا، شكرا لبير زيد مكانا ومكانا. نشكر الشاعر مراد السوداني على هذه الكلمة الأنشودة التي أفاض فيها من جماليات اللغة. الآن ندعو رئيسة قسم الابتكار في الإسكوا للأمم المتحدة دكتور نبال إدلبي عبر الفيديو من بيروت، مع العلم أن اسم القسم الذي كانت تترأسه الدكتور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يعكس اتساع الأبعاد التكنولوجية. فلنجري الاتصال. أنا سامعتك. أوكي. أولاً مساء الخير. ما بعرف إذا في فيديو أو غير موجود الفيديو. على كل الأحوال أنا مش شايفتكم. وبالتالي على كل الأحوال مساء الخير للجميع، وأريد بدايةً أن أشكر جامعة بير زيت على دعوتي للمشاركة في إطلاق محرك بحث معجمي. بالحقيقة لمحركات البحث وخاصة تلك التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية اللغة العربية أهمية كبيرة اليوم لعالمنا العربي، وخاصة من أجل تطوير المحتوى الرقمي العربي وتطوير آليات الوصول إليه. فنعرف نحن يوجد محركات بحث كثيرة عالميا ومثل جوجل مثلا، ولكن لا تأخذ هذه المحركات خصوصية اللغة العربية وحيثيتها من ناحية الاشتقاق ومن ناحية الجذر وهكذا وما شابه. وبالتالي وجود مثل هذا المحرك أكيد له دفع وله أهمية كبيرة، ونتمنى نعرف جميعا أننا من أجل الوصول إلى معلومات اليوم نقول جوجلت، وأتمنى أن أقول غدا استخدم محرك بحث معجمي من أجل الوصول إلى المعلومات باللغة العربية، أن نقولها لشبابنا ولطلابنا. بالحقيقة محتوى الرقمي العربي هام جدا، وقد عملت عليه الأسكوا في السنوات العشر الأخيرة لفترات طويلة وغطت مواضيع مختلفة. وأهمية المحتوى الرقمي العربي بالحقيقة تنبع من عدة أسباب، وهذه الأسباب تكمن من ناحية أن وضع المعلومات على الإنترنت وعلى الفضاء الرقمي يساعد في تطوير مجتمعات معرفية ومجتمعات معلومات، وبالتالي هذا ما نصبوا إليه أن تكون الأفراد وأن تكون الشعوبنا هي شعوب معرفة وشعوب معلومات، أن تبني ثقافتها على المعلومة موثوقة. وبالتالي من هذا الباب كان وضع المعلومات باللغة العربية على الإنترنت له أهمية كبيرة من أجل بناء هذه المجتمعات. بالإضافة إلى ذلك يوجد بعد بالحقيقة اقتصادي، وهو أن المحتوى الرقمي العربي وصناعته اليوم تولد فرص عمل جديدة كثيرة، فرص عمل لم تكن موجودة، ونحن نعرف أن البطالة كبيرة جدا في المنطقة العربية، وبالتالي وجود هذه الفرصة الجديدة تسمح إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب وخاصة للشباب العربي. السبب الثالث والذي هو بغاية الأهمية أيضا هو سبب وجودي، وهو الحفاظ على اللغة والهوية والثقافة العربية على الفضاء الرقمي. نحن نعرف يعني اليوم أن جميعنا يذهب إلى الفضاء الرقمي من أجل الحصول على أي معلومة، فالحصول عليها أسهل بشكل أو آخر، وخاصة الشباب منا. وبالتالي إذا لم نضع المعلومات اليوم على الإنترنت باللغة العربية، هذا سوف يؤثر
على الأجيال القادمة أنها لن تجد المعلومة ولن ويكون في مشكلة باستدامة اللغة كلغة وكهوية للمنطقة العربية. هذه الأسباب بالحقيقة جعلتنا نهتم بهذا الموضوع كافة. الأسكوا ضمن أعمالها بالحقيقة عرفنا المحتوى الرقمي العربي بتعريف إلى حد ما واسع، فهو يتضمن المحتوى بكل أنواعه وبكل فئات المحتوى سواء الثقافية أو الإعلامية أو العلمية أو الاقتصادية، وهو محتوى يكون إما سمعي أو بصري أو ممكن أن يكون نصي أو كذلك فيديو، وبالتالي تعريف كبير. بالإضافة إلى ذلك هذا التعريف يتضمن البرمجيات التي تعالج اللغة العربية والتي تساعد في إما إنشاء المحتوى أو في حفظه أو إدارته أو في الوصول إليه، وبالتالي من هنا تأتي كذلك أهمية المحركات البحث من أجل تسهيل الوصول إلى المعلومة، خاصة تلك التي تشابه محرك بحث معجمي والتي أتطلع أنا شخصيا لاستخدامه بأسرع وقت ممكن. إذن هذا بالحقيقة عدم وجود كم هائل من البرمجيات المستثمرة اقتصاديا يسهل ويعيق تطور المحتوى الرقمي العربي، والذي نلاحظه حتى اليوم، يعني أنه اليوم المحتوى الرقمي العربي ما زال ضعيفا للأسف على الإنترنت. نعرف أن اللغة العربية من ناحية عدد المستخدمين على الإنترنت وجودنا إلى حد ما مقبول، فاليوم اللغة العربية من حيث عدد المستخدمين هي في المرتبة الرابعة عالميا، وهذا يتلائم مع حجمنا كشعب عربي، ولكن ليس بالأكيد أن هؤلاء المستخدمون يستخدمون اللغة العربية من ناحية، من ناحية أخرى المحتوى بحد ذاته باللغة العربية ما زال ضعيف. تشير جميع الإحصاءات أن نسبة اللغة العربية على الإنترنت ما زالت أقل من 1% من مجموع المحتوى على الإنترنت، وهذا طبعاً ضعيف جداً. ويوجد إحصائية كذلك تشير إلى أن عدد المواقع باللغة العربية هو 0.6 عالمياً بالنسبة للمواقع العالمية. هذه مفارقة، فنحن كشعب عربي حجمنا أكبر من 0.6%، طبعاً الشعب العربي يمثل حوالي 5.7% من سكان العالم، مفارقة مع لغات أخرى، بينما فمثلاً بغض النظر عن اللغة الإنجليزية، اللغة الألمانية مثلاً هي متوفرة بنسبة 6.3% على الإنترنت، بينما نسبة الشعب هي تشكل فقط 1.3% من شعب على النسبة العالمية، وبالتالي هم بالعكس، يعني موجودين متوفرين موجودين كلغة ألمانية بكثافة كثيرة بالنسبة لحجم الشعب. التكنولوجيا بالحقيقة لعبت دور هام جدا في تطوير المحتوى الرقمي، وطبعا نحن نعالج لها أهمية كبيرة في تطوير المحتوى الرقمي العربي كما ذكرت، من ناحية إنشاء المحتوى أو حفظ المحتوى أو استهلاك المحتوى. وضمن تمرت نعرف أن التكنولوجيا تتطور وتتقدم، ومنذ بداياتها من استخدام الويب لاستخدام التكنولوجيات الخاصة بالموبايل إلى واليوم التكنولوجيات الرائدة أو ما يدعى اليوم الفرونتير تكنولوجي، نجد أن برمجيات معالجة اللغة كانت دائما مهمة، فكانت مهمة منذ بداية التحول الرقمي أو الديجيتايزيشن على الإنترنت، وحتى اليوم ما زالت حتى اليوم بالحقيقة برمجيات معالجة اللغة بما فيها محركات البحث لها أهمية كبيرة على الصعيد التكنولوجي وعلى الصعيد الاقتصادي كذلك وعلى الصعيد التنموي. وبالتالي من هنا جاءت يعني أهمية المتابعة والمتابعة مع التطور التكنولوجي، خاصة دائما من أجل تحسين الفعالية وتحسين هذه نوعية الجودة التي تقوم بها هذه البرمجيات، كل برمجية حسب ما هي تهتم به، سواء كانت من أجل معالجة النصوص أو معالجة اللغة المكتوبة أو النصية أو المقروءة، وكذلك محركات البحث. وطبعا يوجد أهمية خاصة اليوم لمحركات الترجمة، خاصة مع ظهور التكنولوجيات وانتشار الذكاء الصنعي اليوم.
وأتوقع أنا مع التكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الصنعي والبيانات الضخمة سيكون لها دور كبير كذلك في تحسين البرمجيات معالجة اللغة ومنها محركات البحث، سيكون لها أثر كبير على تحسين جودتها بشكل يفيد المجتمع بشكل أساسي. أريد أن أنوه إلى أن مبادرات مثل المبادرة التي تقوم بها جامعة بيرزيت مشكورة بالحقيقة، مبادرة هامة جدا سواء من ناحية رقمنة المعاجم وكذلك من أجل إنشاء محرك بحث معجمي، بالحقيقة لها أهمية بالغة، وهذه المبادرات سيكون لها يعني أكبر الأثر في تطوير المحتوى الرقمي. فتطوير المحتوى الرقمي لا يمكن أن يكون على صفة أفراد، لابد من وجود مبادرات مؤسساتية أو مبادرات وطنية. وإذا هذه المبادرة أكيد سوف يكون لها أثر ليس على الشعب، على الجامعة فقط، وليس على فلسطين فقط، وإنما على المجموعة العربية ككل وكذلك على العالم. نعرف أن العرب موجودين في كل دول العالم، وبالتالي الانتشار اليوم انتشار عالمي ولم تعد الأمور محلية مطلقة. وبالتالي أنا أريد يعني أن أتوجه بالشكر بالحقيقة للقائمين على جامعة بيرزيت وعلى هذه المبادرة الهامة، وأن يعني أشكر كل من ساهم بها من خبراء ومن محفزين ومن مؤسسات مثل الأريكسو. أريد أن أنوه إلى أنه جهود الحكومة وجهود الجامعات لها أهمية خاصة في مجال محركات، في مجال معالجة اللغة. فمثلاً الهند كدولة بالحقيقة قاموا بمبادرة، نعرف نحن جميعاً أن في الهند يوجد عدة لغات محلية، ووزارة الاتصالات في الهند قامت بمبادرة وطنية بالحقيقة من أجل معالجة اللغات المحلية وإيجاد آليات من أجل تسهيل تداول اللغات المحلية المحكية في أطراف الهند المختلفة، وقامت بها هذه المبادرات بالأخص الجامعات الهندية، وكان لها صدى كبير جدا سواء من ناحية الاقتصادية، إذ تخرجت العديد من الشركات الصغيرة الناشئة من الجامعات التي احتوت هذه البرمجيات، كما كان لها أثر اقتصادي وأثر تنموي أكيد على الهند خاصة مع تعدد اللغات المحلية. إذا اللغة العربية موضوع أسهل بكثير ربما من لغات أخرى منتشرة في العالم. وبالتالي هنا أريد أن يعني أولا يعني أضاعف شكري لجامعة بيرزيت وأشجع على القيام مثل هذه المبادرات، وأشجع كذلك أنا وأتمنى يعني أن تثمر هذه المبادرات، أن يكون لها صدى عربي من ناحية، وأن يكون لها كذلك منافع على الجامعة بحد ذاتها وعلى إنشاء شركات صغيرة تنبع من هذا محرك البحث هذا، وأن يكون له اسم فلسطين موجود على القائمة على الخريطة العالمية في إنشاء محرك بحث عربي مثل معجمي له أهمية خاصة للغة العربية. وشكرا. شكرا دكتور نبال إدلبي، ومن خلالك بنوجه تحية للبنان وأهل لبنان الأحرفة. قبل أن يتفضل الدكتور مصطفى جرار ليعرض علينا أهم ما قدم في هذا المشروع، أود أن أستذكر محطتين من النقاش. الأولى تتعلق في قيمة البحث العلمي، يعني لأكثر من 10 سنوات ونقاش بيني وبين الدكتور مصطفى حول قيمة البحث العلمي، واتفقنا تقريبا بأن البحث العلمي لا يتعلق بعدد الأوراق التي ينشرها الباحث أو بارتباطها بسوق العمل، وإنما أن تمتلك تبصرا يستطيع من خلاله البحث العلمي أن يكون موجها لاستنهاض المجتمعات والأمم بشكل عام، وإلا فيصبح إما طرفا معرفيا أو استجابة لحاجات سوقية، وهذه قضايا محدودة وغير ذات أثر. هذا النوع من الأبحاث ينتمي إلى نوع من التبصرات، خاصة أني سمعت يعني سمعت بدايات الفكرة قبل 2006 مع دكتور مصطفى في لقاء في بروكسل وكمل المشروع في بيرزيت. على أي حال، النقطة الثانية أنه في بداية بناء الأنتولوجيا العربية، ولنا أن نتخيل كيف تم العمل على 150 معجما، استغرقنا الأمر دكتور مصطفى